Zaman moden ni Ghulam Ahmad Qadiani yang duduk di India. Nampak? Dia ni asal belajar agama. Jadi ustaz dia. Ha. Penghujung dia kesesatan dia, akhirnya dia kata Anallahul Haq, akulah Tuhan yang sebenar. Ha. Anallahul Haq, akulah Tuhan yang sebenar. Anallahul Haq, akulah Tuhan yang sebenar. Ha. Lepas tu mati dibunuh Ghulam Ahmad Qadiani. Lepas tu mati dibunuh Ghulam Ahmad Qadiani. Inni saduqum muslihum mutaraddimu. Sammum mu'adati wa silmi aslamu. Inni saduqum muslihum mutaraddimu. سمم معاداتي وسلمي أسلم إني أنا البستان بستان الهدى تأتي إلي العين لا تتسرم روحي لتقديس العلي حمامة أو عن دليب غارد مترنم روحي لتقديس العلي حمامة أو عن دليب غارد مترنم إني صدوق مسلح متردم سمم معاداتي وسلمي أسلم ما جئتكم في غير وقت عابثا قد جئتكم والوقت ليل مظلم ما جئتكم في غير وقت عابثا قد جئتكم والوقت ليل مظلم إني صدوق مسلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم صارت بلاد الدين من جدب عتا أقوى وأقفر بعد روز تعلم صارت بلاد الدين من جدب عتا أقوى وأقفر بعد روز تعلم إني صدوق مسلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم فالله أرسلني لأحيي دينه حق فهل من راشد يستسلم فالله أرسلني لأحيي دينه حق كن فهل من راشد يستسلم إني صدوق مسلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم فالله آثرنا وكفل أمرنا فالقلب عند الفتن لا يتجمجم فالله آثرنا وكفل أمرنا فالقلب عند الفتن لا يتجمجم إني صدوق مسلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم إني أنا البستان بستان الهدى تأتي
تأتي إلي العين لا تتسرم إني صدوق مصلح متردم